5-0 ليفربول قدام روما في السيمي فاينل للتشامبيونز ليج الاوروبي. ودلوقتي المصريين بقوا مهتمين جدا. انا ما بكلمكوش على الدوري المصري، انا بكلمكم على التشامبيونز ليج اللي هو مسابقه الانديه الاوروبيه. بقينا مهتمين ليه؟ عشان محمد صلاح. بقينا بنحب ليفربول ليه؟ علشان محمد صلاح. 5-0 جونين لصلاح، عمل اسيست لجون وجونين تانيين، يعني 5 اهداف بصراحه شيء عظيم. ليفربول ما كانش وصل للنهائي الا في 2007 اخر مره يوصل للنهائي، ومن ساعتها ما وصلش كده. لسه طبعا مباراه العوده في روما ودي الاربع الجاي، لو كسب ليفربول هيقابل الكسبان من ريال مدريد وبايرن ميونخ، يعني ممكن صلاح يلعب تاني قدام رونالدو. وانتوا فاكرين لما لعب قدام رونالدو في زيورخ في المباراه اللي الوديه بين مصر والبرتغال. يا جماعه احنا بنشهد تاريخ مختلف، محمد صلاح بيصنع تاريخ مختلف. طيب احنا اسفين بعض ضيوفنا متاخرين، الجو قافل الطرق ومعطل المواصلات، لكن خلونا نعرف كمان ماذا يحدث للمترو، ماذا يحدث للسكة الحديد. الأستاذ أحمد عبد الهادي متحدث باسم هيئة المترو. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير لحضرتك يا فندم وكل سادة المشاهدين يا فندم. أهلا بيك. إيه اللي بيحصل في المترو؟ يعني الجو عمل إيه وإيه الوضع؟ هو حضرتك بسبب سقوط الأمطار في منطقة دار السلام أو منطقة سكنة المعادي حصل ماس كهربائي في الاعمده اللي بتغذي الشبكه الكهربائيه الهوائيه اللي في الخط الاول اللي هو من برج الحلوان في المسافه ما بين محطه دار السلام ومحطه مترو المعصره. فطبعا على الفور انتقلت فرق الطوارئ، احنا عندنا فرق طوارئ منتشره على طول الخطوط الثلاثه، فانتقلت فرق الطوارئ في القوه الكهربائيه لاصلاح الماس الكهربائي اللي حصل في محطه سكنات المعادي. فحضرتك حاليا تم تشغيل محطات مترو الانفاق في الخط الاول من محطه المرج الى محطه دار السلام في الاتجاهين، وتم تشغيل ايضا من محطه حلوان حتى محطه المعصره في الاتجاهين ايضا، والخدمه متوقفه من محطه دار السلام حتى محطه المعصره. يعني من دار السلام للمعصره واقف المترو؟ متوقف، واقف المترو، ما فيش خدمه في المكان خالص. لحد امتى؟ حضرتك قدامنا بالظبط يعني اقل من ساعه ان شاء الله نكون نرجع الخدمه تاني بإذن الله. وأنا بشكركم على سرعة التحرك. الأحوال الجوية طبعا ممكن تؤثر على، بس ده ماس إزاي؟ يعني دي المنطقة المكشوفة ولا دي إيه بالظبط؟ هو حضرتك الخط الأول هو فيه 5 محطات نفقية بس، اللي هو محطة الشهداء ومحطة أحمد عرابي سعد زغلول، محطة مترو جماعة عبد الناصر، محطة مترو السادات، بعد محطة مترو السيدة، بعد محطة مترو سعد زغلول أولنا محطة مترو سيدة زينب، كل ده مكشوف لحد محطة حلوان. هل ده ممكن يخليكوا تمدوا شوية فترة عمل المترو النهاردة علشان تكدس الناس مثلا؟ هو لا، احنا حضرتك مرتبطين بمواعيد معينة بزمن تقاطم معين وبعدد رحلات معينة طول اليوم، ولو طبعا لو في تكدس من الركاب ممكن يعني على حسب بقى رئيس مترو الأنفاق وحسب غرفة التحكم المركزي. يعني عشان التاخير والتكدس، وانت عارف الناس اوريدي في الشوارع متكدسه، فممكن يبقى في اقبال على المترو اكتر. فيا ريت رئيس هيئه المترو يدرس هذا الامر، ان حتى لو اتمد ساعه عشان بس يساعد الناس انها تروح. بشكرك استاذ احمد عبد الهادي متحدث باسم هيئه المترو. معايا ايضا مهندس اشرف رسران نائب رئيس سكك الحديديه للتشغيل. مهندس اشرف، كيف اثرت الامطار على حركه السكك الحديديه؟ مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللجمهور. طبعا انت عارف سيادتك الظاهره الغير طبيعيه اللي ظهرت مساء اليوم من سقوط بعض الامطار وهبوب بعض الرياح في المنطقه من الجيزه لحد محطه الواسطه. حصل بعض الاعطار في السيمافورات الضوئيه اثر على النتيجه، لذلك تاخير بعض اطارات الوجه القبلي. التاخير الحمد لله الحركه ماشيه، بس طبعا في حاجه اسمها سيفتي لايت امام مسير القطارات، فبنسلم بعض الاطارات اوامر على اساس انها تتجاوز هذه السيمافورات. الحركه الحمد لله متحركه في الوجه القبلي والبحري، لكن التاخيرات في الوجه البحري في حدود 20 دقيقه، وفي الوجه القبلي لحد دلوقتي المنطقه لحد الواسطه
حوالي 30 دقيقة. هو أنا بس عايز أفهم يعني المطرة، إحنا بلد ممطرة مفروض في الشتاء، فإزاي المطرة مؤثرة للدرجات دي يعني؟ لا يا فندم، هي كمية المياه بس اللي كانت إيه فجأة مرة واحدة حصل فيها زي الشغل سيول، فطبعا ده بيتجمع بعض كميات الأمطار في منطقة واحدة، فبتأثر طبعا على بعض التركات الكهربائية اللي موجودة في السكشن الكهرباء اللي من القاهرة للوسطى. طبعا ده بينتج عنه اعطال في بعض السيمافورات الضوئية، فلابد ان السواق بيستلم حاجة اسمه أمر اللي تجاوز هذا السيمافور، وبنأمن مسار القطر طبعا، واحنا يهمنا امان طبعا التأمين اهم حاجة. طبعا فبياخد بعض ايه الأوامر على اساس طبعا ايه ان احنا في ديت اسمها لائحة سلامة التشغيل بنشتغل بها في هذه الظروف الجوية. بشكرك مهندس اشرف رسلان نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للتشغيل. هو انا بس مش بفهم، طب يعني في العالم بيعملوا ايه؟ يعني في العالم اللي هو فيه مطره كتير بيعملوا ايه؟ يعني احنا عندنا هنا شويه مطره غرقنا المترو، حصل فيه ماس، وده القطورات السنافير الضوئيه فيها مشكله يعني. طب ولندن انجلترا اللي المطر بينزل فيها سيول كل يوم وما سمعناش عن اي مترو او قطر اتاخر، المانيا، في بلاد كتيره جدا يعني، محتاجين بس نفهم انه يعني الجو عادي، انه هو ممكن انه هو الشتاء يحصل فيه هذا الامر يعني شتاء، فصحيح ان دلوقتي مش في الشتاء قوي، ولكن في الشتاء ممكن يحصل ده. فانا الحقيقة مش بفهم، بس يعني ما علينا، اكيد برضو هما يعني في تطور يعني قدروا ان هم يحلوا بعض المشاكل، لكن في تأخر في القطارات، وايضا في توقف لبعض حركات تحركات المترو خاصة من دار السلام للمعصرة. المركز مركز السينما العربية أعلن عن القائمة النهائية المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد السنوية للأفلام العربية، والمقرر الإعلان عن فائزيها في الدورة 71 من مهرجان كان من 8 ل 19 مايو. أستاذ علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية، مساء الخير. أستاذ علاء مساء النور، ازيك؟ أهلا بيك، اشرح لي بالظبط إيه هو يعني مركز السينما العربية، وإيه علاقتكم بمهرجان كان وجائزة النقاد وكل الكلام ده؟ مركز السينما العربية هو مؤسسة هدفها ترويج السينما العربية سواء عربية وعالمية، من خلال توفير فرص رقم واحد لمشاريع مشتركة بين العالم العربي وأوروبا وباقي أنحاء العالم، ترويج الأفلام العربية بشكل مؤثر من خلال جوائز النقاد مثلا اللي ابتدينا بيها السنة اللي فاتت. السنة دي فيها 62 ناقد من 28 دولة، عدد كبير منهم أجانب، عدد منهم يمكن ما بيشوفش كتير افلام عربيه، ده خلاه يشوف افلام عربيه، وبيؤدي الى مشاهده الافلام العربيه بشكل اوضح جدا دوليا. حتى يعني احنا بنتعمد انه ندي الجوائز خلال مهرجان كان او على هامش مهرجان كان، لانه بتهتم بيه طبعا وسائل الاعلام الدوليه والعربيه، اضافه للسينمائيين المهمين معظمهم بيكونوا في كان. وفي نفس الوقت المركز من خلاله وبيتواجد سنويا في حوالي 20 مهرجان وسوق حول العالم، يعني مش بس كان او برلين، طوكيو، روتردام، اسس الفورم او منتدى الانتاج المشترك مع امريكا اللاتينيه بشراكه مع مهرجان في الارجنتين اسمه مار دي بلاتا، واضافه لاصدار مجله باللغه الانجليزيه موجهه فقط لصناع السينما، هي مش للجمهور، بتوزع فقط في المهرجانات والاسواق. فجوائز النقاد بتحط الافلام العربيه على مساحه واضحه، لانه للاسف معظم الحكومات العربيه ما بتديش اولويه للسينما، فعملنا توحيد قوى ما بين الشركات والمؤسسات المهرجانات العربيه المنتشره وحتى الاجنبيه حول العالم لتاسيس حاجه زي دي. هيعلن مين ابرز المرشحين بقى والمشاركين في هذه المسابقه؟ ابرز المرشحين في قائمه افضل فيلم القضيه 23 للمخرج اللبناني زياد الدويري، واللي كان مرشح الاوسكار. الفيلم الفلسطيني واجب للمخرجه آن ماري جاسر اللي كان ممثل فلسطين في الاوسكار. من مصر في عمرو سعد، الحقيقه اختاروه عدد
من النقاد كأفضل ممثل عن فيلم مولانا. محمد بكري الفلسطيني عن أفضل ممثل عن فيلم واجب برضو. إضافة لعادل كرم عن فيلم القضية 23 برضو لزياد زويري. من مصر برضو أحمد عامر عن سيناريو علي مازة وإبراهيم مرشح ضمن فئة أفضل سيناريو. إضافة طبعا للممثلة مريم الفرجاني اللي طلعت في فيلم على كف عفريت التونسي اللي عرض في مهرجان كان السنة اللي فاتت كمان. يعني أتمنى لكم التوفيق ونعرف مين اللي هيفوز بهذه الجائزة. وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية. أرجع تاني لحالة الجو والأوضاع المرورية عشان كل الدنيا مقفلة فيه، يعني المرور فيه مشكلات طبعا نتيجة المية والمية المطر الغزير جدا اللي نزل. سيادة العقيد محمد بن داري رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، مساء الخير يا فندم، قول لنا ايه الاوضاع المروريه بقى على اهم المحاور الشوارع. احنا ضيوفنا نصهم مش عارف يجي، يعني الدنيا صعبه جدا، ايه اللي بيحصل؟ مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. هو طبعا يعني سوء الاحوال الجويه مؤثر لحد كبير على الحركه المروريه داخل القاهره. ابرز الاماكن اللي فيها كثافه مروريه اعلى كوبري اكتوبر في الاتجاه القادم من مناطق مدينه نصر ويتجه لمناطق شمال القاهره اتجاه مناطق ميدان التحرير واتجاه مناطق وسط المدينه. يفضل تغيير المسار، هيبقى عندنا محور صلاح سالم القادم من مناطق مطار القاهره يتم سلوك نفق الازهر اتجاه مناطق وسط المدينه للخروج مره اخرى اتجاه مناطق ميدان التحرير اتجاه حدود القاهره اتجاه محافظه الجيزه. عندنا في تجمعات مياه بالفعل على معظم المحاور الرئيسيه داخل القاهره، ابرز هذه التجمعات في جنوب القاهره عند منطقه ميدان السيده عائشه عند مطلع كوبري مطلع منزل كوبري السيده عائشه ايضا الملك الصالح، منطقة الأباجية، منطقة تونسي اللي هي في شارع مجرى العيون. طبعا كل التجمعات دي مؤثرة بشكل بالغ على الحركة المرورية. أيضا محور طريق النصر عند منطقة ميدان الشهيد هشام بركات، منطقة تقاطع النصر مع شارع عباس العقاد، منطقة ميدان الحلمية، منطقة ميدان التجنيد، منطقة ميدان المحكمة، يعني معظم المحاور متأثرة بسوء الأحوال الجوية. طبعا بننصح مش هتستعينوا بالمحليات عشان تنزل تكسح المايه دي زي ما بالفعل احنا غرفه عمليات الاداره العامه لمرور القاهره كتوجيهات السيد اللواء خالد عبد العال المساعد اول وزير القطاع من القاهره للسيد اللواء علاء متولي مدير الاداره العامه لمرور القاهره بالتنسيق بسرعه التنسيق مع الجهات المعنيه. احنا مع غرفه عمليات المحافظه وتم الدفع بالفعل بسيارات من الشفط المياه وتم توجيهها للاماكن اللي هي تشهد ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه. اتنسقنا ايضا مع اداره المرافق في مديريه امن القاهره للاستعانه بالخدمات المعاونه من عمال النظافه للاستعانه بهم في الاماكن اللي بيحصل فيها وصول سيارات الشفط. طبعا احنا ما زلنا متواجدين داخل المحاور الرئيسيه داخل القاهره مثل في الظروف السيئه ديت للعمل على تسهيل الحركه المروريه بقدر الامكان، وبننصح قيادة السيارات طبعا احنا في مثل هذه الظروف بيتم إضاءة المؤشرات والمؤشرات الاتجاه الخاصة بالسيارة، إضاءة أنوار السيارة بالكامل. طبعا احنا بنسير بسرعة بتمكننا من السيطرة على السيارة، يبقى في مسافة آمنة بيننا وبين السيارة والأخرى. طبعا بنتجنب بقدر الإمكان الدخول في الأماكن اللي هي فيها منسوب المياه فيها مرتفع. بنتجنب أيضا إن احنا نغلق النوافذ الخاصة بالسيارة لعدم التأثير على الرؤية من داخل السيارة لخارج السيارة. واي حد ما عندوش اي مشوار ما ينزلش، يعني ما فيش داعي ما يكونش النزول الا في حاله ضروره قصوى. وطبعا اذا كانت في يعني امر ملح للنزول انا متاكد طبعا ان في ميه في الاربه الخاصه بالسياره لعمل مساحات بشكل جيد اثناء السير. نتمنى السلامة للجميع. سيادة العقيد محمد بن داري رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة بشكرك، بتمنى السلامة للجميع. نخلي بالنا واحنا سايقين، يعني طب فين البلاعات مثلا؟ الصرف الصحي اخباره ايه؟ وده بقى سؤال، يعني زي ما كنا بنسأل في اسكندرية والبحيرة وحصل ايه، احنا هنا القاهرة والجيزة بيغرقوا، فعايزين نعرف يعني فين البلاعات. الدنيا وقفت، الشرايين يعني الله يكون في عون الناس في المرور، الدنيا وقفت، المترو وقف، القطر اتعطل، بعض الاجزاء المحور واقف، الدائري واقف، هو في ايه يا جماعه؟ يعني مفيش بلاعات، مفيش صرف، مفيش استعدادات، امال احنا بنعمل الشوارع دي ليه؟
يعني حاجه احنا بنغرق في شبر ميه، اول ما جينا شويه ميه زياده عن الميه اللي احنا متوقعينها نغرق. وده بصراحه محتاج تحقيق ان الشوارع دي اخبارها ايه. وبعدين فين عربيات الكسح؟ المحافظات دي ما بتنزلش ليه بسيارات كسح سريعه تلحق انها تكسح المياه وتشيل المياه علشان المرور يتحرك؟ ما هو طبعا ما يبقى في مياه غرقانه ومرتفعه المنسوب العربيه تمشي ازاي؟ تحس ان احنا عايشين في بلد عجيبه غريبه، يعني بتفاجئ بالمطر. ما هو ما الارصاد الجويه عايله بس فوجئنا بالمطر. ايه بقى؟ ايه تصرفنا؟ بننتظر الكوارث لما تحصل بقى نبقى نشوف ربنا يسهل يبقى عندنا رد فعل. نخرج فاصل.